وحول أداء الأسواق العالمية تنضم إلينا من إكويتي جروب نادية البلاسي محللة الأسواق. أهلا ومرحبا بك معنا نادية. تم تحرير وإطلاق البيانات الصينية التي كانت معلقة، وعلى الرغم من حالة التشاؤم في الأسواق العالمية حيال الركود العالمي، إلا أن هذه الأرقام جاءت فوق التوقعات ونمو واضح لدينا في أرقام الناتج المحلي الإجمالي. كيف سينعكس ذلك من وجهة نظرك على حال الأسواق، وكيف ستترجم هذه البيانات؟ So we saw mixed data in China. We saw the GDP rise to 3.9% after two quarters of contraction and after a 0.4% decrease in the previous quarter. So that's a really good sign for the Chinese economy, especially after the COVID-19 restrictions and all the lockdowns, which means that China's economy is sustained and intact enough compared with the US, for example, that inflation still remains above 8%. So we are seeing the Chinese economy deal with inflation and deal with all the problems that we're seeing in the markets right now in a better way than all other economies. نعم نعم، سنعود لك نادية بعد قليل، ولكن يبدو فعلا سالي أن أرقام البيانات الصينية كانت ليست الوحيدة في مشهد الأخبار والبيانات العالمية، لكن أيضا كنا نراقب انتظار الأسواق وخاصة الأوروبية لاجتماع المركزي فيها وإقرار منهجية رفع أسعار الفائدة. هذا بكل تأكيد، هذا الأسبوع سنكون على ترقب لبيانات المركزي الأوروبي، خاصة من بعد مستويات التضخم اللي وصلت في القارة العجوز لمستويات قياسية منذ بدء الإعداد للبيانات التضخم رولا. هذا الأمر لربما سيشكل تعزيز من دور المركزي الأوروبي في رفع الفائدة كما هو متوقع، وتسعر الأسواق بحوالي 75 نقطة أساس. نعم، نعود إلى نادية. يبدو أن موضوع الصين أيضا ما يزال على المحك، حبذا لو سمعنا أكثر عن هذا الموضوع سالي. لربما نعم، فيما يتعلق ببيانات الصين التي شهدناها يوم أمس، فيما يتعلق ببيانات الصين والتي شهدنا فيها بأنها جاءت أفضل من المتوقع، كيف كان انعكاساتها لهذه البيانات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في وقت يعيش فيه العالم حالة من مخاوف الركود الاقتصادي؟ نادية، لقد شهدنا أن هناك الكثير من المخاوف الخاصة بالركود في العالم وفي الأسواق، ولكن لا يزال هناك تفاؤل فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني. نعم نادية، أسألك الآن عن انتظار يوم الخميس المركزي الأوروبي وقراره برفع أسعار الفائدة، متوقع أن تكون بمعدل 75 نقطة أساس. كيف سيواجه المركز الأوروبي مخاوف التضخم، وهل باعتقادك أنه ستنجح هذه السياسة في نهاية المطاف؟ لقد شهدنا أمس أن هناك بعض البيانات المتباينة فيما يتعلق بالبي ام اي والتي تعكس اقتصاد المنطقة الأوروبية، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس، وهذه هي المرة الأولى تاريخيا أن يرفع البنك معدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس مرتين على التوالي، وعلى الرغم من أن كان هناك بيانات بي ام اي صناعية وخدمية ضعيفة، فالبنك المركزي الأوروبي مجبر على رفع معدلات الفائدة للتعامل على التضخم العالي الذي نشهده في الاقتصاد في الوقت الحالي. نعم نادية، فيما يتعلق بملف بريطانيا هذه المرة وتولي ريتشي سوناك بالنسبة لرئاسة الوزراء، هذا الخبر الذي جاء مطمئنا للمستثمرين من بعد أزمة اقتصادية مرت بها البلاد من تضخم، من ملف الضرائب الذي أثار ضغوط كبيرة على المستثمرين من بعد قرارات ليز تراس في ملف الضرائب، برأيك إلى أي مدى سيعطي هذا التولي منصب رئاسة الوزراء من قبل بل هناك تعزيز للاسترليني وأيضا استقرار الوضع الاقتصادي؟
بالفعل قد شهدنا أن الباوند قد استقر مقارنة بالعملات الأخرى عند مستويات 112 و113، وكان ذلك بعد تراجعه بمستويات كبيرة، وذلك بعد المخاوف التي تتعلق باستقطاع الضرائب، لأننا شهدنا التأثير على الاقتصاد. وبالطبع ريتشي سوناك لم يتفق مع هذه الخطة وقال أنها قصة خيالية، وأيضا لأنه أيضا مستشار مالي والأشخاص لديهم هذا التفاؤل من أنه قادر على أن يقوم بالتعامل وأن يقترح تفويض جديد، وسيكون ذلك مفيدا للاقتصاد الذي يشهد ركودا وضعفا وارتفاع التضخم. نعم، ونشكرك ضيفتنا نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب. Guys, thank you so much.